نطلع نسمع نشوف علي لطفي بيقول ايه اكيد بعد فرحة التتويج بالدرع رقم 43. مبروك للنادي الاهلي ومبروك للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره ومبروك للجماهير دي اللي ساندتنا كتير قوي الفتره اللي فاتت، فبنشكرهم طبعا على مساندتهم لينا وبنهديهم طبعا البطولات اللي احنا حققناها الموسم دوت، وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه مزيد من البطولات ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب خمس بطولات السنه، من خمس بطولات، لكن اكيد طبعا الاحتفال هنا في استاد القاهره مختلف. طبعا اكيد طبعا، وفي وسط جمهورك وعامل موسم بشكل رائع زي ما انت بتقول، الحمد لله خمس بطولات، فالحمد لله يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى وبشكر زمايلي وبشكر الجهاز الفني على روحهم الحلوه الفتره اللي فاتت وعلى اخلاصهم في الملعب، وبشكرهم وبقول لهم الف مبروك وان شاء الله مزيد من البطولات يعني الفتره اللي جايه. عائله علي لطفي بقى لها جزء من عائله الاهلي، نتعرف بيهم بقى، عرفنا بيهم. طبعا. اسمك ايه؟ اسمي اسر. اسر؟ عايز بقى تلعب كوره عادي ولا تقف جون زي بابا كده؟ اقف جون. علي صوتك. اقف جون. احساسك بقى وانت شايف بابا في الملعب بتتفرج عليه والناس كلها بتهتف باسمه، بتبقى حاسس بايه؟ مش ببقى حاسس بحاجه. مبسوط؟ نتعرف بيك بقى، اسمك ايه؟ انا اسمي كارما. انت شبه بابا قوي. وانا بحبه. انت بتحبه. حبيبي. ولسه مين اللي ناقص؟ ماما. ماما ومين؟ بابا. لا ماما ومين؟ ما فيش اختي تانية؟